وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة في زيارة هي الثانية منذ 7 أكتوبر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى مع الاحتلال. ومن المتوقع أن يلتقي هنية الذي يرأس وفدا قياديا رفيعا مدير المخابرات المصرية لبحث سبل وقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات وعودة النازحين. ووفقا لمصدر مطلع تحدث للتلفزيون العربي، فإن التصورات المطروحة تركز على سبل الوصول إلى صفقة تبادل كاملة للأسرى تضمن وقفا دائما لإطلاق النار. في هذا الخبر العاجل الذي نشاهده الآن أسفل الشاشة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يقول تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية. ينضم إلينا من القاهرة مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أحمد، وفد حماس إذن برئاسة هنية في القاهرة ولقاءات مرتقبة، ماذا لديك من تفاصيل؟ نعم، بالفعل كما ذكرت هذه هي الزيارة الثانية لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعدد من قيادات الحركة أبرزهم خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج. هذه الزيارة تتضمن لقاء هاما مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وعدد من المسؤولين الأمنيين المصريين لبحث التصورات الخاصة بإقرار هدنة دائمة. الآن رئيس حركة الجهاد الإسلامي زياد النخال الأمين العام للحركة قال إنه أيضا سيتوجه للقاهرة خلال أيام على رأس وفد من الحركة للتباحث مع المسؤولين المصريين بشأن هذه الصفقة أو هذا التصور للصفقة، وهذا يشير إلى أن القاهرة ربما تعمل على مسار هدنة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين وتسوية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار في إطار حل سياسي يتفق عليه جميع القوى والفصائل الفلسطينية. القاهرة كانت قد تدخلت خلال الفترة الماضية عبر اشتراكها في الوساطة مع قطر لإقرار الهدنة الإنسانية التي استمرت لمدة 7 أيام، وتذكر مصادر تحدثنا إليها إلى أن الجهود الدبلوماسية للقاهرة كانت تعمل خلال الفترة الماضية عن طريق بالطبع المخابرات العامة المصرية التي تتولى هذا الجانب من التفاوض مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية وأيضا مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى المسار الدبلوماسي الذي تسير فيه القاهرة مع الوفد القمة العربية الإسلامية المشتركة الذي قام بعدة جولات دبلوماسية خلال الفترة الماضية. التركيز في هذه المباحثات سيكون في بحث إمكانية تطبيق الشروط التي تضعها الفصائل الفلسطينية لتنفيذ هذه الهدنة ووقف إطلاق النار. حركة الجهاد الإسلامي متمسكة بموقف الكل مقابل الكل، بمعنى أن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. هناك بالطبع يعني عدد من المشكلات أو العوائق أو التفاصيل المرتبطة بإقرار هذا الاتفاق، من بينها أن حماس تطلب أن يتم وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج قطاع غزة قبل إبرام أي اتفاق أو إقرار أي هدنة تتعلق بالإفراج عن المحتجزين لديها أو حتى قبل مناقشة ملف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين سيتم الإفراج عنهم. هناك تفاصيل أخرى متعلقة بمن سيفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة. كانت إسرائيل تطالب بإطلاق سراح جميع النساء حتى المجندات منهن المحتجزات لدى حماس، وهو أمر كان قد رفض في السابق وأدى إلى انهيار الهدنة الإنسانية وعدم استمرارها. هناك مناقشات ومباحثات مكثفة حول هذا الجانب من المفاوضات، وهو من سيتم إطلاق سراحه، هل هم كبار السن من الذكور والإناث أم الإناث فقط أم سيتم إطلاق الجميع مقابل الجميع. بالطبع هذه المباحثات ستستغرق وقتا وجولات مكثفة وتدخل فيها مصر بالتشاور أيضا مع الوسيط الآخر وهي دولة قطر التي تلعب دورا فاعلا في
هذه الأزمة. وكان هناك لقاء هام قبل عدة أيام لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري مع مديري المخابرات في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، أيضا لإقرار هذه الهدنة أو التوصل إلى هدنة جديدة تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم. ومن المستبعد أن يتم الإعلان عن أي نتائج خلال اليوم لزيارة حركة حماس. تنتظر القاهرة أيضا اللقاء مع حركة الجهاد الإسلامي وتنسيق المواقف بين الحركتين وبحثها مع الأطراف الأخرى المرتبطة بهذه الهدنة. هل هناك تصور